واحد يقول انا اعمل مدرس وكذلك نقاش بعد المدرسة، فكل مكان اعمل فيه نقاشة اختار له قديس يكون العشور له، فهل هذا صحيح ما افعله ام العشور فقط على اسم المسيح؟ اللي بتبيع على اسم القديس بيوصل للمسيح برضه، يعني انت لما تدفع عشور على كنيسة باسم العذراء مش هتوصل للمسيح، لما تدفع عشور لكنيسة باسم رجركس مش هتوصل للمسيح، كل القديسين يعني بيوصلوا للمسيح.